من اهم برضو الحاجات اللي انتوا ناقشتوها في المسلسل ان الراجل بعد الجواز بيهمل الست قبل الجواز، تلاقيه او يعني بلاش قبل الجواز، بما انك انت ايه لم تتزوج بعد، في اول العلاقه الراجل بطبعه صياد، انت فاهم، يفضل يجري ورا الست. حلوه الراجل بطبعه صياد دي، عجبتني. امال ايه ده طبعه على فكره منذ ازل الازلين وهو كده، انت فاهم، بيفضل يجري ورا الست يقدم لها السبت والحد والاثنين والثلاث وفاهم، ويعمل لها البحر طحينه، واول ما يمتلكها سواء بقى بالجواز او خلاص ان هي دخلت في العلاقه معاه او بقت حبيبته خلاص، بتلاقي كل حاجه كل الكيرف بينزل يبتدي يهملها. ليه بيحصل كده؟ على فكره الشكوى العكسيه موجوده عند الرجاله؟ ان هو الست بتهملني بعد ما تخلف اول طفل وبعد ما وما بتبقاش بنفس المواصفات اللي كانت فيها قبل الجواز، بتفك قوي بقى والحياه بتبقى يعني. سمعت الشكاوى من هنا ومن هنا يعني. لما انا بقول لك في الاخر الاثنين بني ادمين، هو الاثنين لازم كل واحد فيهم يبقى عنده قدر من الذكاء وعنده قدر كمان من يعني يقدر يعيش يصارع الحياه يعني. ده مهم جدا لان الجواز مسؤوليه كبيره جدا، وفي حاجات انت هتعملها بعد الجواز لازم تبقى حاطط في بالك انها هتتعمل، مش تتفاجئ بيها فجأة. السنة اللي فاتت انت عملت مأمون وشركاء، وكانت بطولة امام الفنان طبعا الكبير عادل امام، والنهاردة عيد ميلاده، كل سنة وهو طيب طبعا. كل سنة وهو طيب، ده حبيبي وابويا الروحي وربنا يديله الصحة يا رب. وبيعمل مسلسل السنة دي كمان جميل جدا، هو اللي بيعمله انا مش بعمله معاه، بس مسلسل اسمه عفاريت عدلي علام. وطبعا السنه اللي فاتت كنت سعيد جدا 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 ان انا بعمل البطوله اللي قصاده في مأمون وشركاء. كلمني شويه، انت اتعلمت ايه؟ لا ده يعني ده مدرسه كبيره جدا جدا. احترام الفن واحترام المهنه، وان الممثل او الكوميديان مش بهلوان. الكوميديان دي او الممثل دي مهنه تحترم جدا امام كاميرات السينما او التلفزيون. لكن يعني ساعات مره مثلا واحد كان جايبني في حلقه فبيقول لي انا يعني ما تنساش بقى قفشاتك الكوميديه، قلت له بس يا حبيبي عيب كده. يعني ايه ما تنساش قفشاتك الكوميديه؟ الممثل مش بهلوان، الممثل راجل طبيعي جدا بيعمل دوره قدام الكاميرا. دي حاجة من الحاجات برضو مش تعلتها هي جوايا، بس بشوفها فيه وهو مثل أعلى كبير لينا طبعا أستاذ عادل إمام. طبعا أكيد، وتاني بنوجه له تحية وبنقول له كل سنة وحضرتك طيب، ودايما ربنا يدي حضرتك الصحة وطولة العمر. نشوف معاك مشهد من مأمون وشركاء ونرجع نكمل بقية حوارنا.